طيب عندي توأم لم يأخذ تطعيم في الكتف وعمل تحليل كعب الرجل، وذلك انهم كانوا في الحضانة 12 يوم وممرض التطعيم وفرضت ممرض التطعيم ويوجد نقص اكسجين عند الولادة في القدمين، ايه الحل؟ والطفل الاخر في لا انا الكلام مش عارف يقراه خالص. عمل تحليل كعب الرجل، طيب يعني لو ما خدش تطعيم في الكبد في الكتف اللي هو التطعيم الدرن اللي بيتعطى في الكتف الشمال ده، في اي سن لما صحته تسمح ان هو ياخد التطعيم لازم ياخده؟ وتحليل الكعب الرجل ده اللي هو بتاع تحليل هرمون اللي بينشط الغده الدرقيه برضو اول ما ظروفه تسمح لازم يعمله، مش لازم يعمله اول يوم ولا في خلال 24 ساعه، ظروفه ما سمحتش ان هو يعمله في الاول يعمله اول ما ظروفه تسمح. طيب لسه في لبن وبعصره واديه لها بس هي بتصرخ جامد اما بديها صدري، يمكن الحلمه صغيره يمكن الحلمه مرتجعه. حاولي حضرتك لما تكوني بترضعيها اولا لازم تبقى مايله ووضعها مستريحه يعني في حضنك، وتحطي الحلمه والنسيج البني اللي حواليها كله في بقها مش الحلمه بس، لان انت لما بتحطي الحلمه بس اولا انت اللي هتعاني من شد الحلمه والاحساس تقرحات فيها، بالاضافه ان هي لما بتمص على النسيج البني ده بتنشط برضو الغده اللبنيه انها تنزل تفرز لبن كتير. مفيش تحاليل اعملها عشان اطمن قبل ما ارجع اديله الفي دروب؟ عايزه تعملي تحليل اللي هيطمنك تحليل فيتامين دي 3، اعملي تحليل فيتامين دي 3 وتشوفيه عالي ولا طبيعي ولا واطي. لو لقيتيه طبيعي يبقى لازم يستمر على فيتامين د اللي هو الفي دروب 4 نقط يوميا علشان ما يخشش لا سمح الله في لين عظام. طيب ممكن ضعف السمع يكون سبب وجود سوائل من الولاده في الاذن؟ بصوا حضرتكم انا يعني انا بسمع الحكايه دي كتير كتير قوي، بيقولوا لي لما اقول لهم في ميه ورا الطبله يقولوا لي طب يعني دخلت اثناء الاستحمام، طب اصل هو يعني بيستحمى بميه بتخش في ودانه. لا يا فندم، الاذن الخارجيه اللي هي عباره عن الصوان والقناه اللي بتوصل لطبله الاذن دي حاره سد، يعني طالما الطبله سليمه الحاره دي سد اخرها في حيطه اللي هي الطبله، تمام؟ لما نقول في ميه في الاذن، ميه في الاذن دي بتبقى معناها ميه في الاذن الوسطى، رشح في الاذن الوسطى، مش ميه تكون دخلت في الاذن من الولاده، ما الطفل اثناء الولاده عايم اثناء الحمل عايم في السائل الامنيوزي الاميوتيك فلويد يعني من غير ما يكون يحصل له حاجه ومفيش ميه بتخش في ودانه ولا اي حاجه. ولو انت حضرتك بتستحمي الميه دخلت في ودانك وعملتي كده وخلاص طلعت، مش بتقعد وتقعد وتغطي يعني تخرم طبله الودن وتخش، لا دي قصه تانية خالص. الرشح اللي بيبقى موجود سائل ورا طبله الاذن ده بيبقى له اسباب زي لحميه انف متضخمه، قافله قناه ستيكيس اللي هي شباك الاذن الوسطى اللي بيهوي الاذن الوسطى، او لا سمح الله برد متكرر او حساسيه انف برده وقافله قناه ستيكيس. فدي ضعف السمع ده لازم نتاكد ان هو ما يكونش عليه حاجه سبب لا سمح الله، يا اما في المخ يا اما في العصب السمع نفسه يا اما في القنوات دي، دكتور الانف واذن هو اللي هيرد على حضرتك على السؤال ده. طيب في اسئله تانية، بنتك ما شاء الله اللهم بارك سنه بترضع طبيعي ومش بتسيب صدري خالص، ممكن اديها صناعي؟ طب حضرتك بتديها صناعي ليه؟ هي دلوقتي عندها سنة يعني المفروض بتاكل سريلاك ما شاء الله وخضار وفاكهة وصفار بيض، لا دي عندها سنة كمان ممكن نديها بياض البيض، ممكن تاكل منتجات ألبان زبادي جبنة، وممكن كمان ندخل لها لحوم حمراء يعني دجاج لحوم حمراء أسماك رز مكرونة، يعني أنا أقدر أدخل لها أكل كتير. طبعاً انا بدخل اكل بحيث ان هي يعني نزود لها الغذاء عن الحليب الصدر، بس مش في مقابل ان انا اقلل كميه الرضاعه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وفصاله في عامين، يعني المفروض افضل ارضع صدر الام لغايه لما الطفل يكمل سنتين، تمام؟ اتفقنا من اول 6 شهور بندخل الاكل، ندخل الاكل شويه 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 بشويه، ومنين ما ادخل اكل جديد لازم على الاقل اقعد اسبوع قبل ما ادخل وراه اكل تاني، مش النهارده سريلاك بكره خضار بعده فاكهه، لازم اسيب فتره فرصه للمعده والامعاء انها
تهدم الاكل وتتعود عليه، واعرف اذا كان لا سمح الله الطفل عنده حساسيه من الاكل ولا لا، قبل ما ابدا له اكل جديد وتبقى الدنيا كده نضرب اخماس في ازاز يا ترى عنده حساسيه من ده ولا ده، ونضطر نعمل تحليل. فحضرتك مش لازم تديها صناعي، اكليها يعني اكليها وبعدين رديها صدرك، تقوم هتشبع وتسيب صدرك، لكن مش لازم تديها لبن صناعي خالص. طيب اتفقنا على اللبن المدعم عادي مفيش مشكلة. في أم كاتبة إيه رأيك في الأدوية اللي بتزود اللبن الموجودة في الصيدليات، وإيه أحسن نوع أجيبه عشان يزود اللبن؟ هي في أدوية كتير كلها أساميها معروفة يعني، في اللي منها مستخرج من الحلبة وفي منها يعني حاجات تانية، أنا مش هقول أسامي طبعا، إنما المهم في الأدوية دي أخدتها أو ما أخدتهاش، المهم أكون بشرب مية كفاية زي ما اتفقنا. أنا مثلا ليا لتر لبن في اليوم، لتر لبن في اليوم ده عبارة عن مية وبروتين وكالسيوم. كالسيوم لمين؟ للأم، لعظم الأم نفسه، لأن أنت حضرتك ربنا سبحانه وتعالى ما ربك بظلام للعبيد، يعني أنت بتشربي لبن كفاية وبتاخدي كالسيوم والكلام ده كله وبتتغذي كويس، اوكي هيتفرز في الحليب البروتين والدهون والسكريات والفيتامينات والاملاح والمعادن والكلام ده كله، بس محتاج ميه، لازم تكوني بتشربي ميه كفايه. طب مش بتاكلي كفايه، مش بتشربي لبن كفايه، هيدوب العظام بتاعتك عشان يطلع منها الكالسيوم اللي ينزل في حليب الام، فانت اللي هتتاثري، فحضرتك لازم تشربي لبن عشان صحتك، عشان ما تجيش على 40 ولا سمح الله ويجي لك هشاشه في العظام. طبعا بتشربي لتر لبن، بتشربي بقى سوائل كتير على الاقل لترين ثلاثه تانية ميه، مش لازم حلبه ومغات وسكريات وعصاير والكلام ده، لا المهم حضرتك تشربي ميه، كوبايه ميه كبيره قبل كل مره تحطي الطفل على صدرك، وان شاء الله تشوفي الحليب هيزيد ازاي. هي كبسوله اللي بتتاخد في الصحه للام او للولاده اللي بتزود اللبن هي كويسه وبتفرق فعلا، راي حضرتك فيها؟ ما عنديش مشكله لو حضرتك جربتيها وزودت معاكي الحليب، ما عنديش مشكله، هي امنه عموما، بس زي ما بقول لك اشربي ميه كتير. نقص الاكسجين عند الولاده مؤثر على القادمين، ايه الحل؟ نقص الاكسجين عند الولاده ده على حسب بقى نوع الولاده، وتاخر الطفل مثلا اتزنق في رحم الام، يعني حصل تاخر في الولاده، دي يعني حلها ان دكتور النساء يتدخل بسرعه ما يوصلش الطفل لمرحله نقص الاكسجين، ولو لا قدر الله حصل ونزل بسرعه يتحط بقى على جهاز تنفس صناعي او يتحط اكسجين كويس وربنا هو الحافظ يعني. طيب حضرتك بتقولي الطفل مش بياكل غير بعد 6 شهور، والدكتور اللي بتابع معاه بيقول لي اكلها على 4 شهور ونص، ايه راي حضرتك؟ هو حضرتك مش رايي، هي مش اراء، دي راي منظمه الصحه العالميه اللي احنا كلنا كاساتذه الاطفال بنتبعها، وده اللي احنا بندرسه للطلبه في الجامعه، ان الطفل المفروض ما ياكلش غير بعد 6 شهور، عشان ال6 شهور دول انا عايزاه يتمتع برضاعه حليب امه فقط، حتى بطلنا ندي السوائل الرضعات اللي كنا بالليل لسه جعان اديله رضعه ينسون اديله رضعه كراويه، لا بطلنا ندي ولا ميه، ولا بشرب الطفل ميه لغايه 6 شهور، يكون مكتفي تماما من حليب امه فقط 6 شهور، يزود ذكائه يزود مناعته يزود نمو جسمه. فانا حضرتك ده مش رايي، ده راي منظمه الصحه العالميه. في دكتور كتب لابن حضرتك دواء سيميثيكون فين ففي دراب بيبي فيت فاركوتيليا، هل الادويه دي عادي لديها اوقفها امتى؟ لا مع بصي الفي دراب طبعا جاي ما يوقفش غير لما تطلع سنانها كلها عند سنتين. السيميثيكون زي ما اتفقنا من ادويه المغص اللي ممكن اديها، ولو ما اتحسنتش زي ما اتفقنا استعمل الكمون المغلي. البيبي فيت انا يعني حسب هي طفله عمرها قد ايه يعني، فانت تراجعي الدكتور بتاعك. الادويه اللي بتزود اللبن موجوده في الصيدليات، احنا قلنا اتفقنا جاوبنا على السؤال ده. مفيش اي مالتي فيتامين او فاتح شهيه لبنتي 3 سنين، انواع المالتي فيتامينز اللي في السوق كتير قوي،
في اسماء كتير يعني الحقيقه. فاي مالتي فيتامينز ما بنديش حاجه اسمها ابيتايزر، مش حاجه فاتح للشهيه، لكن لو هي عندها 3 سنين الاول والافضل انك تعملها تحليل دم، عشان من اشهر اسباب انعدام الشهيه في الاطفال انيميا نقص الحديد. فما بقاش بدي مالتي فيتامينز ويكون هي عندها انيميا نقص حديد ومحتاجه اديها حديد عشان تفتح شهيتها. فاعملي تحليل الدم الاول ونسبه الحديد في الدم والفيريتين، ولو ما عندهاش حاجه ممكن تاخد اي نوع مالتي فيتامين، مجموعه الفيتامينات اللي موجوده في السوق. ايه تاني؟ في لبن وعصير وادهوله، بس هي بتصرخ جامد لما بديها صدري. احنا جاوبنا على السؤال ده. في بقى اسئله كانت جات لي برضو. عنده سنتين، في كاتبه واحده ام كاتبه ان ابنها عنده سنتين وانتباهه ضعيف، وبيقول ماما وبابا بالعافيه. سنتين بيقول بابا وماما بالعافيه، بتدي له اوميجا 3، بتدوبها في اللبن، بتحط معاها بسكوت، وعشان ما بيرضاش ياخد اللبن لوحده ولا الاوميجا. ما فيش مشكله تدي له اوميجا 3 ماشي، لكن المهم هو ليه قعد لغايه سنتين انتباهه ضعيف؟ في وباء منتشر اليومين دول يا جماعه مع التكنولوجيا العاليه اللي موجوده حوالينا دلوقتي، توحد الاجهزه. الاطفال الطفل المفروض مش قبل سنتين يشوف اي شاشه، لا شاشه تلفزيون ولا يقعد يتفرج على كرتون ولا شاشه موبايل ولا تاب ولا ايباد ولا الاي خالص، ولا اصل بسمعه اغاني على اي بي سي عشان لما يخش البلاي سكول، اصل مش عارفه عشان لا، الطفل ما يسمعش غير اصوات ابويه واللي حواليه واصوات الناس اللي حواليه وكلام، يعني انت طول الوقت تكلميه وهو لسه في بطنك، المفروض تكلميه وهو في بطنك تمام، وما يتولد برضو تكلميه، اخده بال حضرتك، علشان يتعلم ان في كلام رايح جاي مش مجرد آلة بيسمعها ويخزن بيسمعها ويخزن. الاطفال دول للاسف بيتاخروا جدا في الكلام، اللي هم على التكنولوجيا طول الوقت، والام فرحانه وعمال ده بيلعب بالموبايل كويس قوي الكلام ده. لا طبعا خالص، هتلاقيهم بيتاخروا في الكلام، ولو شلنا منهم الاجهزه وبدانا نكلمهم شويه بيخش في حاجه ايكولاليا. الايكولاليا يعني تقولي له انت اسمك ايه، لما يرد عليك يقول لك انت اسمك ايه، يا ابني انت اسمك ايه، يقول لك يا ابني انت اسمك ايه، يعني يكرر وراكي الاسماء، يكرر وراكي الاسئله. المفروض لما تقولي اسمك ايه يقول لك انا اسمي كذا تمام. هو مش متعود ان هو المخاطبه دي والرد على الاسئله، للاسف هو متعود يسمع ويخزن يسمع ويخزن، فده بيعذب شويه. فدي اول حاجه، يعني لولا ان احنا في يعني في الوباء بتاع الكورونا ده كنت هقول لك نزليه حضانه، لان محتاج ان هو يسمع كلام وحوار والمدرسه تتكلم واطفال حواليه يتكلموا والكلام ده. اما انت بقى حضرتك هتغذيه كلام كلام، سمعيه قران، حفظيه قران، احكي له قصص، احكي له يعني اغني له اناشيد، ويعني كلام بحوار. انا دايما اقول للام قولي له انت اسمك ايه، انت اسمك كذا، قول انا اسمي كذا، وبابا اسمه ايه، بابا اسمه كذا، تقولي له السؤال وتقولي له هو المفروض يرد يقول ايه. وفين عينك، دي اسمها عينك، ده اسمها مناخير، دي ودن، دي ودنك اليمين، دي ودنك الشمال، دي ايدك اليمين، دي ايدك الشمال. الحوار ده الكلام ده قول الام كلميه وانت بتلبسيه، كلميه وانت بتاكليه، كلميه وانت بتحميه، كلمي طول الوقت كلميه. الطفل اللي وصل لسنتين ده ولسه مش مدي اهتمام محتاج كلام اكتر. والافضل طبعا ان هو يتابع حد، يعني ممكن علاج الكلام او يعمل جلسات والكلام ده. الطفل بياخد اكل من عمر كام؟ جاوبنا عليها، من عمر 6 شهور. وبياخد حديد امتى وليه؟ ومضاعفات الحديد ايه؟ بياخد حديد امتى؟ بياخد حديد عند عمر 6 شهور طبعا. ليه؟ لان الحليب ما بيبقاش فيه حديد كفايه، وهو الحليب الحديد اللي واخده من ورثه من امه وهو في بطنها بيكون استهلك في الفتره دي، فلازم اديله حديد عشان ما يخشش في انيميا نقص حديد. فامتى؟ عند 6 شهور. ليه؟ عشان ما يخش في انيميا نقص الحديد. مضاعفات الحديد ايه؟ لا انا الحديد نفسه ملوش مضاعفات الا لو خدت جرعه زياده، وانا يعني مش هديله الازازه مره واحده ولا القطاره مره واحده عشان اخش في مضاعفات الحديد لا سمح الله. لكن لما بيتعطى في الجرعه الوقائيه اللي حاسبها لك الطبيب ان شاء الله ما فيش منه مضاعفات، غير انك تلاقي البراز اسود، واحيانا بعض الاطفال يحصل لهم امساك، ساعتها بقى ممكن بقول لها يا اما غير لها نوع قطره الحديد، يا اما اقول لها طب نديله يوم ويوم لا عشان الامساك.
ابني عنده 5 سنين ونص ومش بياخد اي فيتامينات خالص، واسنانه كلها مسوسة. هو 5 سنين ونص اسنانه مسوسة، مش عشان ما بياخدش فيتامينات خالص، اسنانه مسوسة لانه في الغالب ما بيغسلهاش مرة واثنين وثلاثة في اليوم، يعني مينيمم على الاقل انه يكون بيغسلها الصبح وبيغسلها قبل ما ينام. لازم تكون الام حريصة على كده، وما ياخدش حلويات كتير. واسنانه كلها مسوسة، لازم تراجعي دكتور السنان من دلوقتي، اللي يتحشى يتحشى، واللي بايظ خالص يتشال ويتحط مكانه، بيحطوا اسلاك او حاجه تحفظ مكان الضرس عشان الاسنان ما توسعش، لان لازم تراجع دكتور سنان. صحيح هو 5 سنين ونص على وشك ان هو يبتدي يبدل، بس هياخد قبل ما يبدل كل الاسنان المسوسه دي هياخد سنين طويله. والضرس او السنه المسوسه دي مخرومه. يعني ايه مخرومه؟ يعني باب البيت مفتوح لاي بكتيريا ممكن تخش منها لا سمح الله وتعمل لي خراريج. والخراج اللي بيحصل لا سمح الله في الاسنان اللبنيه ده ممكن ياثر على الاسنان الدايمه، لانها موجوده في الفك وعلى وشك يجي معاها تطلع. طيب ابني 11